لاعبين. حسين علي: الزوراء بيتي الأول والأخير ولا صحة لاتفاقي مع أي نادي. والحديث طويل على مواقع التواصل الاجتماعي بأن حسين علي سيوقع إلى الشرطة. وبس حسين علي؟ ها كل لاعبين شو يا هول شوفه يقول لك للشرطة. الشرطة اتفقوا يا عافية الشرطة زين يعني انت ما عندنا شغل وعمل نروح نفتر على اللاعبين. هم صدق انا هم اقول شنو يعني ساعه بس هي نقطة مهمة يعني. هسه احنا نركز باللاعبين اللي نريد نجيبهم لو اللاعبين اللي نحافظ على اللي نحافظ. انت هسه ما ممكن تجي انت يجوز تفتح قنوات ويا لاعبين صحيح بس يعني انت خوف تفتحها مو تفتح كل العالم تدري فالامور يعني ما تحركتوا عليه اكو اختيارات انت عضو باللجنه وتعرف انا كشخصيا لا مو شخصيا بس عارف اكو نعم يعني يجوز مو بس حسين عبد الواحد حسين علي لا كثير من اللاعبين منو؟ خالين يعني قائمه عندنا يعني طلب من المدرب طيب اسماء لو انا اعطيك اسماء بكيف لا سامي مو موجودين معروفين يعني مثلا